الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. معكم مصور أحداث اليوم من يوم السبت 12 فبراير 2022، وصباح الخير. واليوم الحمد لله بعد ساعة سنصلي صلاة الاستسقاء، وبما أننا نحتاج إلى المطر أو نحتاج إلى الغيث، ورب العالمين لا ينسى عباده ولا يظلم عنده أحد. ورب العالمين أغاثنا، بدأت تنزل قطرات من السماء، قطرات الخير إن شاء الله للعباد والبلاد، ونتمنى الخير للجميع، نتمنى الخير للجميع. وهذه هي، وكل شيء مسطر عند ربي سبحانه عز وجل. طبعا بعد جفاف طال باك النبات والحيوان، وصلى الإنسان، ها هو اليوم سينزل المطر والخير إن شاء الله يا رب العالمين. بدأ رب العالمين ينزل علينا الغيث يا رب العالمين، ونتمناها إن شاء الله سنة خيرا لنا وللبلاد وللعباد إن شاء الله يا رب العالمين. والله يرحم الشهداء، والله ينصر البلاد.